بسم الله الرحمن الرحيم. راح نتكلم اليوم عن آخر محاضرة تقريبا في علم الفطريات. راح نتكلم عن جزء مهم وصفة أساسية عند العديد من الفطريات، وهي إنتاج الميكوتوكسينز. ميكوتوكسينز اللي هي عبارة عن السموم الفطرية، جاء طبعا من كلمة مايك أو مايكو اللي هي فانجل ومولد، وتوكسين اللي هي بويزون سم، السموم الفطرية. تعتبر السموم الفطرية secondary metabolite produced by fungi، يعني عبارة عن مركبات ثانوية تعتبر سامة تقريبا للعديد من الكائنات أو لغالبية الكائنات الحية. هذه المركبات مختلفة كتير في الكاراستريستيك تبعتها أو الصفات تبعتها مختلفة، وتعتبر إلها قدرة كبيرة على إنها تتعامل وتتفاعل مع العديد من المركبات، خصوصا المركبات الأساسية من الماكروموليكيولز الموجودة في أجسام الكائنات الحية، أو المكون أصلا للخلايا مثل الدهون، البروتينات، السكريات والأحماض النووية. وأهم صفة فيها إنها عبارة عن low molecular weight compounds، مركبات ذات أوزان جزيئية صغيرة جدا، مما يجعلها قادرة على التفاعل مع العديد من المركبات. السكندري ميتابولايت معروفة إنها عبارة عن مركبات لا تدخل في الجروث تبعت الفطريات، يعني ملهاش مثلا البروتينات، الدهون ولا آخر، السكريات كلها متعلقة أو تدخل في نمو الكائنات، تعتبر كغذاء. ولكن السكندري ميتابولايت ليس لها أي اتصال، يعني حاليا معروف في النمو تبع الكائنات، ولكن يعتقد العلماء إنها ممكن تكون للبروتكشن، خصوصا بالنسبة للفطريات في لما تكون في مراحل معينة ممكن تهاجم عن طريق إفراز هذه المركبات. وهذه المركبات طبعا قلنا متنوعة جدا، وبالتالي يمكن تستخدم في حاجات كتير، يعني بعض المركبات السامة فيما بعد استخدمت كأدوية، ممكن بشكلها الطبيعي أو بتحويرات معينة بلجأ إلها العلماء خصوصا في مجال الصيدلة وإلى آخره. إذن أول نقطتين مهمتين في هذا الموضوع إن هذه المركبات ليست للنمو، مركبات غالبا للدفاع، وتتميز بأنها إلها وزن جزيئي صغير جدا ومتنوع. هذه المركبات طبعا هي سامة للإنسان وللنبات وللحيوان ولبعض الكائنات وللكائنات الأخرى مثل الميكروأورجانيزم المختلفة، ولكن لا تعتبر أنتيبيوتيك، لا تصنف ضمن الأنتيبيوتيك.
وبالتالي ما يعني فعاليتها أو سببها أو سبب استخدام الفطريات إلها أو إنتاجها يعني مش 100% معروف نقدر نقول. التناول هذه المركبات طبعا بيجي للإنسان غالبا عن طريق الأكل، هي أكتر ما بتصيب طبعا الغذاء، ثم ممكن يتناولها الإنسان الغذاء طبعا النباتي بالدرجة الأولى، ثم يتناولها الإنسان ممكن، ولكن بسبب الإجراءات يعني اللي بقوم فيها الإنسان من أخذ الحيطة في العديد من الأمور ممكن ما تجيش عليه مباشرة إلا بنسبة قليلة، ولكن ممكن تيجي له عن طريق إنها ممكن تصنع من قبل الفطريات وتلوث الأغذية اللي بعضها ممكن يصل للإنسان بشكل أو بآخر، أو يصل للحيوان والإنسان يتناول اللي هي المواد الحيوانية الملوثة. وهذه يمكن أكثر طريقة، خصوصا الأجبان واللحوم والحليب وإلى آخره. وبالتالي هي ممكن تسبب ما يسمى الأمراض المزمنة أو الحادة، وممكن يكون لها تأثيرات كبيرة لدرجة تصل لتأثيرات سرطانية أو تسبب سرطانات، تسبب تشوه للأجنة. وطبعا في كل راح نشوف في بعض الحالات كيف ممكن تدخل أو كيف الآلية تبعت العمل تبعها اللي ممكن تؤدي إلى هذا التأثير السلبي. قلنا أهم ما يميز هذه المركبات أنها بتتفاعل بشكل كبير مع المايكرو مولكيولز اللي هي قلنا البروتينات والدهون والسكريات والأحماض النووية، وبالتالي هذا التفاعل السهل بينهم هو اللي بيمثل خطورة كبيرة. بعض الأبحاث أيضا أثبتت إنه ممكن هذه المركبات تعمل أبوبتوزز يعني موت للخلايا، وبالتالي طبعا التدمير في الأخير ممكن يؤدي إلى الموت. نقطة مهمة لازم نشير إليها أيضا في تعريفنا لهذه المركبات إنه ألا نخلط بين ما يسمى بالمايكوتوكسوزيز أو المايكوزيز. المايكوتوكسوزيز هو التسمم من قبل المركبات اللي بتفرزها الكائنات خصوصا الفطرية لأنها جاية من مايكو، وهي طبعا اللي احنا في صددها وهي السموم الفطرية. أما المايكوزيز هو المشاكل التي يسببها نمو الفطر على الأنسجة أو الخلايا وليس المركبات تبعته، يعني في فرق. المايكوتوكسوزيس هي تأثير السموم الفطرية التي تفرزها الفطريات، المايكوزيس هو تأثير الفطر نفسه على الخلايا اللي بنمو عليها. أكثر الأعضاء المعرضة للإصابة بالمايكوتوكسوزيس أو بالمايكوتوكسينز هم عبارة عن الكلى والكبد والرئتين. ممكن طبعا الغدد الصماء والجهاز العصبي وحتى جهاز المناعة تبع الإنسان، ولكن أكثر أعضاء هما الليفر والكدني واللانكس. طيب نيجي الآن لعملية النمو وانتشار هذه الفطريات، نصل بعدين اللي هي المنتجة لهذه المواد، نصل بعدين لأنواعها وأنواعها حسب طبعا مكان ظهورها. في عندي اللي بنسميه الفيلد فونجاي اللي بتنمو على النباتات نفسها، وبالتالي قبل ما ناخد المحصول قبل الحصاد. وفي عندي الاستورج فونجاي اللي بتنمو على المواد اللي بنخزنها، المواد الغذائية وخصوصا النباتية اللي بنخزنها. معروف انه الفيلد فونجاي اشهر جنس، وهذا ليس الوحيد ولكن الاكثر، هو الفوزاريوم، جنس الفوزاريوم وهو معروف جدا طبعا،
بأنه كثير من أنواعه تسبب أمراض للنبات بشكل كبير، عشان هيك بنلاقيه على النبات نفسه قبل الحصاد. الستورج فونجاي اللي بتنمو على المواد المخزنة طبعا كثيرة، ولكن أكثر الأجناس هو الأسبرجيلوس والبنسيليوم، بالإضافة طبعا راح نشوف بعض المجموعات الأخرى. ما هي صفات السموم الفطرية؟ أول شيء no transmitted among animals، فيش عدوى، يعني اللي بينصاب هو اللي بياكل بس، ما فيش كائن بعد كائن. الفارماسيوتيكال تريتمنت داز نوت التير ذا كورس اوف ديزيز، العلاجات الطبية والأدوية لا توقف سير المرض، ممكن تخفف ولكن لا توقف. المايكوتوكسوزيز ممكن قلنا وسبق ذكرنا انه ممكن يكون سبكيوت كيوت او كرونيك، حاد اقل، وممكن يكون مزمن. لما نقول تحت عنوان التريتمنت اوف مايكوتوكسين induced diseases، يعني العلاج، قلنا طبعا فيش علاج ولكن في تخفيف او من حدة الإصابة أو من النواة الناتج أو اللي بده يصير للكائن عندما يتناول هذه السموم، ممكن يلجأ إلى 3 حاجات مهمة وهي ثابتة، يعني راح نلاحظ إنها يعني دائما، لأنه فيش عندي أنتي دوت فعال 100%. زي ما يقول there is no specific treatment or antidote. ايش الانتي دوت؟ الانتي دوت هو المضاد للسم، يعني الحياة الثعابين والحياة دائما بيكون في جسمها السم ومضاد السم. عشان هيك اول سؤال يسأل الملدوغ ايش نوع الحية اللي قرصتك، لأنه غالبا في الدول اللي منتشرة فيها الحياة بكونوا عاملين بنك للسموم الحياة وللأنتيدوت تبعته، بياخدوا الأنتيدوت من الحية نفسها، بكون موجود. إذا لحقوا المصاب أو اللي تم لدغه لحق وصل في الوقت المناسب بيعطوله المضاد هذا وبالتالي بيشفى. في ما يخص السموم الفطرية بشكل كبير ما فيش، في بعض الحالات بس مش كتير يعني. طب ايش الحل؟ كيف نخفف من النتائج السلبية الكبيرة اللي ممكن تؤدي للموت؟ هي عن طريق الفيتامينز، تناول فيتامينات، وايضا عنصر السيلينيوم مهم جدا، وجد انه له تأثير كبير في تخفيض حدة الإصابة او حدة النتائج السلبية بسبب تناول المايكوتوكسينز. وايضا غذاء مميز، يعني غذاء جيد خصوصا بالنسبة للبروتينات، يعني الواحد ياخذ هاي كواليتي بروتين. كيف نعمل بريفانشن؟ كيف نبتعد طبعا، او كيف نحاول اذا كان عندنا مواد غذائيه مشكوك فيها؟ ممكن اول شيء طبعا احنا اي ماده مشكوك فيها نرميها، طبعا هذا كلام بسيط بالنسبه للحاجات البسيطه، اما في 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 حالات التخزين الضخم لملايين الاطنان من الحبوب والاشياء، هذه مشكله كبيره بتكون، لانه خسائر فادحه راح نتكلم عنها بعدين في عمليه الريموفال او اللي هو تحييد السموم. أما في حالات البسيطة ممكن احنا نبتعد عنها، ما نتناولش الحاجة المشكوك فيها ولا حتى القريبة منها. يعني في بعض الحالات ممكن، يعني لو بدنا نقول للحيوانات
ممكن نخفف، نعمل ديليوتين بحيث انه نضمن انه النسبة تكون تنخفض جدا، النسبة المئوية لتواجد السم في المادة الغذائية تكون قليلة جدا عن طريق التخفيف، وهي طبعا بالنسبة للحيوانات مش بالنسبة للإنسان. التنظيف طبعا والدراينج، أهم حاجة الدراينج طبعا فيما يخص الفطريات، حتى هذا خصوصا الدراينج ليس للسم ولكن للكائن المنتج للسم. كلما كانت معروف انه كلما كان الجفاف عالي، نسبة الجفاف عالية، كلما كانت نسبة انتشار الفطريات أقل. عدو الفطريات، عدو البكتيريا هو الجفاف. ممكن أيضا في بعض الحالات نضيف بعض الأحماض العضوية اللي مخصصة لمنع النمو الفطري. قلنا البرودكشن للميكوتوكسين بواسطة الفطريات بيحدث في مراحل، ذكرنا طبعا قلنا الفيلد والستوريج، ولكن في عندي طبعا الفيلد في الهاربست زي ما قلنا، في عندي الترانسبورتيشن، وفي عندي الستوريج. برضو في حالات الترانسبورتيشن بصير أحيانا يكون الفيلد يكون نقي، المواد يعني النقية مش مصابة، والكونديشنز تبعت الاستورج ممتازة، ولكن في عمليات النقل تحدث الإصابة، وطبعا بما إنها بدها تتخزن تبدأ تنتشر بشكل كبير. أهم الفطريات قلنا اللي بتكون في الفيد قلنا اللي هي الفوزاري، ولكن ناخد بعض الأنواع الآن. في عندي الأسبرجيلا سيفليفاس، الترناريا لونج جيبيس، الترناريا التمنانيا، كلافيسيبس بيورا، والفوزاريوم بأنواع كثيرة جدا من الفوزاريوم مثل الجران مينيرام وإلى آخره. هذه كلها لأن قلنا الأساس هو الفوزاريوم، ولذلك ذكرنا بعض الفطريات الأخرى المعروفة في هذا المجال، ولكن جنس الفوزاريوم أكثر الأجناس مسبب للتلوث في الفيلد. في أيضا الفيلد وما يتبعه في لحظة الهارفست أو لحظة الحصاد، في عندي برضو أنواع من الفوزاريوم، وعندي الكلادوسبوريوم أيضا، وعندي التريثوثيثيوم أو تريكوثيثيوم عفوا، والأرترناريا برضو من الفطريات اللي ممكن تكون في مرحلة الحصاد تنتشر، وتعتبر طبعا ضمن مرحلة الفيلد. يعني في الستورج اللي غالبا قلنا بتكون معظمها من فطريات الاسبرجيلاس والبنسيليوم، وخصوصا البنسيليوم بالذات، عند البنسيليوم ستري نام سيكلوبيوم والى اخره، عديد عندنا عديد من الانواع الفطريه معظمها من جنس البنسيليوم، مع العلم انه برضو كذلك الاسبرجيلاس له دور. طبعا كل هذه الفطريات التي تم ذكرها، إن كان في الفيلد، إن كان في الستورج، إن كان في الهارفست، بتنمو أو ممكن تنتج الميكوتوكسين على كل أنواع الأغذية، خصوصا الجرينز والفود والحبوب بدرجة أولى. بعض الفطريات الأخرى في الستورج، عند الأسبرجيلا زي ما قلنا هو أسبرجيلاس والبنسيليوم، في عندنا مجموعة من الأسبرجيلاس، وفي أيضا من الفيزاريوم، ولكن بأكد مرة ثانية إنه الأكثر في الفيلد هي الفيزاريوم، والأكثر في الاستورج هي الأسبرجيلاس والبنسيليوم، وإن مجموعات كبيرة موجودة. بشكل عام نقدر نقول إنه ثلاث أجناس أساسية ممكن تكون خطرة في ما يخص الانتشار الفطري للكائن، الانتشار الفطريات المنتجة للميكوتوكسين، وهي من أجناس البنسيليوم، أسبرجيلاس، وفوزاريوم. ما هي العوامل التي تؤثر على إنتاج السموم؟ طبعا في الجينيتكس، انفيرومنتال، نوتريشنال، بالإضافة طبعا لعوامل أخرى راح نشوفها. أيضا حسب نوعية المحاصيل
المنطقة إلها دور، مناطق دائما اللي بتكون رطبة حارة بتكون أخطر بكثير من المناطق الباردة والجافة. السيزونال سيزونال فاكتورز، العوامل المناخية، درجات الحرارة والرطوبة، وطبعا زي ما قلنا الكلتيفيشن، ده عامل بخص الإنسان أو بخص الأيدي العاملة في الزراعة، لحظة الزراعة هل تؤخذ الإجراءات المناسبة ولا لا، وفي الهارفستنج وكذلك في الاستوريج والترانسبورتيشن. وبالتالي بناء على كل هذه الظروف، بناء على كل هذه المناطق والأوقات اللي بنتشر فيها الفطريات اللي منها منتجة للسموم، معناته السموم توجد في كل أنحاء العالم بلا استثناء، طبعا بنسب مختلفة. في الفيلد طبعا الويذر كونديشنز اللي هي الظروف المناخية، البلانت ستريس والانفرتبريت فيكتورز، طبعا نقول الستريس على النبات، حالة النبات اللي بتتأثر كتير طبعا بالعوامل الجوية خصوصا الجفاف، الانفرتبريت فيكتورز الحوامل من الحشرات والكائنات المختلفة اللي تعتبر فيكتورز حامل لهذه الفطريات أو لجراثيم الفطر تنقلها، كل هذا بيلعب دور كبير في الفيلد. أيضا نوعية النباتات طبعا حسب في الأبحاث أو خلينا نقول في السنوات الأخيرة بتم إنتاج طبعا نباتات قادرة إنها طبيعيا يعني مغيرة جينيا، خلينا نقول ملعوب فيها جينيا، قادر انها تقاوم النمو الفطري عليها. إذن كل هذه العوامل بتلعب تقدر تكون مؤثرة. في عندي ايضا الفيزيكال فاكتور مثل التايم اوف اكسبوجر والتمبريتشر، في لحظة تعرض المواد الغذائية للفطريات، إذا مدة التعرض معروف كتير بالنسبة للفطريات والفيروسات، إنه أهم عامل بيأثر على نجاعة الفطر في الإصابة أو التسبب بالمرض هو مدة التعرض للفطر أو للفيروس أو للجراثيم تبعته، بالإضافة طبعا الظروف البيئية الخارجية اللي ممكن تساعد على نمو هذا الفطر على العائلة اللي إجى عليه. الهيوميديتي طبعا كذلك بتلعب دور، وأيضا الأنسك زي ما قلنا البرتبريت وغيرها، البرتبريت أمبرتبريت وإلى آخره، بتلعب دور خصوصا أحيانا لما تكون المواد مجروحة. خلينا نقول تخيلوا مثلا في عنا كمية كبيرة من القمح مثلا وبعض الحبوب فيها دمج، من السهل جدا على الفطريات إنها تبدأ في هذه الحبيبات صغيرة المصابة مجروحة، ثم طبعا بتنتشر مجرد ما تنمو على واحدة وتبدأ تنمو بشكل كبير تبدأ تنتشر على الباقي. طبعا إما في الفيلد أو حتى في الاستوريج. في أيضا كيميكال فاكتورز بتأثر على البرودكشن ونجاح عملية الإصابة، اللي هو طبيعة غذاء أو التسميد للنباتات أو معالجتها. يعني إذا كان النبات مغذى بشكل جيد ومرشوش بالفونجي سايدز، الفونجي سايد معناتها هي المبيدات الفطرية
صيد طبعا قتل فنجي فطر، قتل الفطر بسموه المبيد الفطري. إذا كانت في معالجة بشكل جيد ومعالجة دورية بأوقاتها معينة، تغذية للنبات برضو بتأثر بشكل كبير على الفنجل برودكشن أو مايكرو توكسين. ناخذ بعض الارقام في شكل عام، الاوبتيمال برودكشن للمايكوتوكسين بالنسبه لدرجه الحراره هي بين 24 و 28 درجه مئويه، ولكن في عند بعض الفطريات ممكن تنتج السم بدرجه حراره 15 مثل التي 2 توكسين او مايكوتوكسين. راح نشوف طبعا نوع معين من السموم. في عاملين أساسيين بيئيين، عاملين أو environmental factors بيلعبوا أهم دور، وهو تغيرات الحرارة، وليس الحرارة بحد ذاتها بس تغيرات الحرارة والwater activity اللي بتلعب طبعا دور كبير في الرطوبة أو نسبة التحمل. طبعا عندكم تعريف في أسفل الصفحة على الووتر اكتيفيتي، بنقدر نقول هي نسبة الماء الجو يعني، ولكن إلها طبعا حسابات دقيقة لما نيجي بدنا نربطها في تأثيرها على الفطريات. إذا change of temperature، تغيرات في الحرارة والتغيرات في الووتر اكتيفيتي ممكن تعمل على تسلسل الكائنات على المواد الغذائية، مش بس إنها يعني تصاب بواحد، لا ممكن إذا تغيرت الحرارة وتغيرت الرطوبة إلى آخره ممكن تيجي أنواع أخرى. فهذا العاملين لهم تأثير كبير على التسبب في الإصابة للمواد الغذائية أو للمحاصيل، إن كانت طبعا في الفيلد أو في الاستورج، بس في الفيلد بتكون هنا أكثر يعني واقعية لأن يعني الحرارة بتتغير. طبعا في الاستورج بتكون ثابتة، ولكن في الفيلد ممكن ينتشر عندي فطر معين بدرجة حرارة معينة ورطوبة معينة، بعد هيك تتغير هذه الدرجات من الفطر ما يتحملهاش أو يجي فطر آخر، وهكذا بصير في نوع من التسلسل، وهذا طبعا يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بشكل كبير. عشان هيك لما نيجي نعمل الستورج، لما نيجي نخزن هذه المواد، بنهتم كتير في الووتر اكتيفيتي ودرجة الحرارة و عزل الأجزاء من المحاصيل اللي ممكن تكون مصابة الكروب دمج. كذلك عندي عوامل خاصة طبعا مرحلة قلنا الاستورج وترانسبورتيشن، بهتم بالووتر اكتيفيتي، بهتم بدرجة الحرارة، بهتم بنوعية الحبوب ما تكونش مصابة مجروحة ما تكونش مكسورة وإلى آخره. ايضا بهتم في الايريشن اللي هي التهويه، نسبه ثاني اكسيد الكربون للاكسجين، دائما بحاول يرفعوا نسبه ثاني اكسيد الكربون في عمليات التخزين لانها بتمنع النشاط البيولوجي. وايضا نوعيه الحبوب البي اتش او، وايضا اللي هو وجود بعض المواد الكابحه للنمو الفطري. كل هذه العوامل ممكن تحد، او اذا كانت معموله صحيح بتحد، اذا كان في خطا ممكن تزيد نسبه الاصابه. ناخذ اهم نوع من السموم الفطريه اللي هو بنسميه الافلاتوكسينز، راح نعمله طبعا في المحاضره رقم 2 من المايكوتوكسين، ممكن نعملهم محاضرتين أو ثلاثة، فهذه تعتبر أول محاضرة، إن شاء الله تكون يعني تسجيل جيد. تقريبا 30 دقيقة.